بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء ولي العهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد الخليفة اتصالا هاتفيا بدولة رئيس الوزراء عمران خان، واستطلاع عن صحتها ودعا له بالشفاء العاجل، وشكر رئيس الوزراء نزيل وتقدم بالنوايا الحسنة لملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، وجدد تصميم باكستان على توطيد أواصر الصداقة بين قيادة وشعب البلدين، وعرب من الأمل في تتوطد أحزة العلاقات في المستقبل، واتفق الزعيمان على تبادل الوفود على مستويات الرفيئة. كما وجه رئيس الوزراء عمران خان الدعوة لولي العهد البحرين بزيارة باكستان. قال دولة رئيس الوزراء عمران خان بأنه في الماضي تم رفع الإصابة على جميع الانتخابات، الأمر الذي أثر سلبا على النظام الديمقراطي وصدم ثقة المواطنين، وإن استحداث مكائن الإلكتروني من أجل جعل العمليات الانتخابية حرة ونزيهة ومحايدة ضروري جدا. وقال في إيجاز حول استحداث المكائن الإلكترونية للعملية الانتخابية، قال رئيس الوزراء عمران خان بأن العمليات الانتخابية لا تستطيع تحمل أي نظام انتخابي قابل للسؤال، وتم الإيجاز للاجتماع الذي حضر ومعالي وزير العلم وتكنولوجيا شودري فواد حسين بأنه باستخدام هذا المكائن يمكن جعل العمليات الانتخابية نزيهة وعادلة ومحادية، ويمكن ضمان النتائج وظهورها في الفور. وصلت إسلام آباد وجهة ثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وتم تسليم المسؤولين في إسلام آباد 500,000 جرعة من لقاح ساينوفارم. وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء حول الأمور الصحية الدكتور فيصل سلطان بالمناسبة بأن الوجبة الثانية من اللقاء ستصل باكستان في القريب العاجل. من جهة أخرى، توفي 78 من المصابين بفيروس كورونا، فيما وردت 4,757 أصابة جديدة ليصل عدد الإصابات الفعلية في البلاد إلى 50,357، كما وصل عدد الوفيات إلى 14,434. أعلنت الحكومة عن تخفيض أسعار مشتقات البترول، حيث تم تقييد سعر اللتر الواحد من البنزين بمعدل 4.55 بيسة، والديزل الفائق بمعدل 3 روبيات، ونفط الأبيض بمعدل 4.55 بيسة، والديزل الخفيف بمعدل 4.56 بيسة. هذا وقد أجازت لجنة المتابعة الاقتصادية استيراد السكر من الهند. هذا وذكر معالي وزير المالية حماد أزهر بأن بسبب الخطوات التي اتخذتها الحكومة، فإن العملات المحلية بدأت تستهكم اليوم وتجدر، الإشارة إلى أنه تحديث سعر القمح لمعدل 1,800 روبية لكل 40 كيلوغرام. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الإدارة الأمريكية الجديدة لما تتخذ أي خطوات إيجابية حتى اليوم للعودة إلى الاتفاق النووي. ففي كلمة ألقاها مجلس الوزراء في طهران، قال حسن روحاني بأن الضغط والقيود لم تتمخض بنجاح، بل يجب تبني الدبلوماسية، وأضاف بأن القيود يمكن رفعها من خلال مرسوم رئاسي واحد. وقال بأنه في حال رفع أمريكا القيود، فإن إيران سوف تلتزم بالوعود النووي. في حوادث انفجارات وأعمال
أنت في أفغانستان ليقى 7 أشخاص مصريهم بينهم رجال الأمن واستنادا إلى وسائل الإعلام الأفغانية. ففي انفجار في إقليم بلخ قذى شخصان فيما أصيب 16 آخرين بينهم رجال الأمن، وتم إنسال القنبلة في نقالة، لكن لم تتحمل أي جهة مسؤولية التفجير. وفي هديسين في إقليم كابيسية وسوربل في 5 أشخاص بينهم 3 من رجال الأمن. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.